وين يا تقيل؟ ايه؟ شو عليه؟ شو القصة اليوم؟ في حدا لحدا؟ شو هذا يا غادة؟ لك دخيله أنا على رمشي بتمشي وعلى خدي بتهدي. شو القصة؟ جيبها هون، ما حدا عم يطبخ اليوم. العب 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 يا لباضي يا لطيف اللطف يا رب. شو هاد؟ ما عم صدق. معقول عم ضحك لي إلي أنا؟ ما في حدا غيري هون؟ أكيد أنا؟ لك يا جماعة عم ضحك لي إلي أنا؟ وإذا لما أقول له يقول لي هو لا 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 عم ضحك لي إلي أنا يا جماعة؟ صدقوني يا شباب مثل ما عم قلكم. خلصنا بقى يا الله وكيكم يا شباب مثل ما عم قلكم بالحرف الواحد. شوف رامي حبيبي، يعني الشغلة ما بدها حلفان، بس كمان كأنه أنت رش لك شوية فلفل على القصة. ما هي لك يا شباب، ليش مفكرين انه الشغله غريبه جدا وما ممكن تتصدق، او انه زلم عم يبالغ فيها؟ بنت وضحكت له، شو فيها يعني؟ والله عاديه جدا. ها يا عيني عليك يا ابو السود، لك انت الوحيد بين هالشله بيفهم علي ومولف معي اصلي. لك يا شباب، هذا الحكي كله بلا طعمه، انا شخصيا ما بصدق القصه لحتى اشوف بعيني. فعلا يا شباب، نحن ما بنصدق اخي لحتى نشوف بعيننا، بعدين مو انت قلت انه صارت تضحك لك وتتغمالها؟ ايه وشو يعني؟ يعني نحن ما في شيء ورانا وقاعدين وعم نستنى. حبيبي نحن قاعدين لحتى نشوف القصة بعيننا كلياتها مش شيء. ايه ابو الري، شو عليه؟ خليونا نشوفه بعيونه، شو فيها يعني؟ يا سيدي وانا موافق، وهي وقفة، شو ورانا؟ اصلا ما بقي غير تجي. ها ها هيك هي هي. لك يخرب بيتك شو قصاصك؟ ما بطلع العادة فعلا انه حبل الكذب قصير. لا والنافي يا شباب انه ما لحق يكش علينا الكشه الا كانت صايره واقفه هون المخلوقه. يا جماعه يا جماعه اكيد في سوء تفاهم. ولك يحرق حريشك يا ابو ريم، فعلا ما بتستاهل واحد يصف معك. امتى بدك تبطل عاده هالكش هي؟ لك والله ما عدت صغير. امشوا شباب امشوا، ضحكنا اليوم كثير، بكره بنكمل. يا شباب طولوا بالكم، اكيد في سوء تفاهم بالموضوع. لا سوء خضره انت الساده. يا شباب لا ما شو صار له هي؟ امبارح كانت عم تضحك لي. انا واثق اني ما كنت عم بحلم. الله يسامحها هالعمله، خلتني مسخره بين الشباب. بجوز هذا اللي بيقولوا عنه حلم اليقظه؟ يا أنسة بليز ممكن تقرصيني؟ أقرصك؟ اتكرم عينك. شو شباب؟ شو مشاريعكم اليوم؟ لك أنا مشاريع أنت الثاني. لك ليش مين فينا في بجيبته فرند لحتى يكون في مشاريع أو مؤسسات؟ ليكوا على الحكي. قلتك معناها وينكم؟ هاي شباب. باي شباب. خدني معك أبو هليت مشان الله. وأنا كمان عندي شغل كتير ضرورية. باي. يا شباب طولوا بالكم، لك اسمعوني شوي. اسمعوني حقول لكم ايه. اسمعوني.
شو شايفني تسلايت اللي خلفوها يوم تضحك لي ويوم تلتين فيني مع حزرة منوب ما يلعبي عندها؟ بس والله كانت عم تضحك لي وأشرت لي بإيدها كمان. شو كان صاير لها امبارح؟ أكيد كانت مزعوجة من شي قصة عم تتفششت فيني. بكرة بس بدي شوفها بوقفها وبحكي معها وبنهي هالمشكلة. إيه هذا أحسن حل. بكرة بشوفها وبنهي هالمشكلة. مرحبا، ممكن كلمة لو سمحتي يا أنسة؟ لك شو أنت ما بتستحي على حالك؟ لك ما عندك أخوات بنات تخاف عليهم؟ لا وجايب لي وردة حمرة كمان؟ مزوية كتير والله، على ما بتستحي على حالك، أفيا؟ العمى؟ لك ما عم بفهم شي، يا أنا مجنون يا هي مجنونة؟ شوفوا لا انا مالي لعبة عند اللي خلفوك يوم تضحك لي ويوم لا. شو انت واحد مجنون؟ بس الحق مو عليك، الحق علي انا اللي حبيتك قبل حتى ما احكي معك يا مخترع عقليا. شوفي يا رشا، انا بعرف يا اختي عالم مجانين. توأم يعني هاي غير هاي غير هاي هاي غير هاي. الحقيقة ما رح نقدر نكمل المفاوضات بهالجو من التعصب والتعنت. بعض الدول العربية عم تتشبث برأيها بطريقة نحن ما بنقدر عليها. المهم طول ما الدول العربية مشاركة بالمفاوضات لن يتم اتفاق سلام في الشرق الأوسط. شالوم. معقول الاتحاد الاوروبي، الاوروبيين اشخاص لا انسانيين وعنصريين. المهم طول ما الاتحاد الاوروبي مشارك بالمفاوضات لن يتم اتفاق سلام في الشرق الاوسط. شالوم.
اخي الجانب الفلسطيني متعنت بشكل غريب، متشبث برايه. بصراحه نحن طول ما الجانب الفلسطيني موجود بهالمفاوضات لن يتم اتفاق سلام في الشرق الاوسط. شالوم. كنا متفائلين بوجود الجانب الامريكي، بس الجانب الامريكي كان كتير متعنت والامريكيين عم يناقشوا بامور ما لها طعمه. بصراحه طول ما الجانب الامريكي مشارك بالمفاوضات لن يتم اتفاق سلام في الشرق الاوسط. شالوم. اعزائي المشاهدين، بعد تعثر متكرر وكبير للمفاوضات تم اخيرا الوصول الى حل الخلافات العالقه، ويتم توقيع الاتفاقيه الان. يوقعها عن الجانب الإسرائيلي وزير الخارجية الإسرائيلي، وعن الجانب الفلسطيني وزير الدفاع الإسرائيلي. موبايله مجنن، انت عم تشوف هالنظارات والنظارات شو حلوه.